يا من نصرت المؤمنين بالصبا والرعب والدبور انصرنا، يا من نصرت المؤمنين بالصبا والرعب والدبور انصرنا، يا من نصرت المؤمنين بالصبا والرعب والدبور انصرنا. اللهم انصر المؤمنين في غزة، اللهم احفظ المؤمنين في غزة، اللهم قاتل الكفرة الذين طغوا وبغوا وقتلوا الأطفال والنساء، اللهم دمرهم وزلزلهم، اللهم اخذلهم وأرعبهم، اللهم اقطع مددهم وأوصالهم وردهم على أعقابهم خاسئين. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم أهلكهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا من أهلكت عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يا من لا يعجزه شيء، اللهم سلط عليهم جندا من جنودك، اللهم اقصم ظهورهم وأرنا فيهم آية من آياتك يا قوي يا عزيز يا خير الناصرين.